مشاهدينا، مع بداية الأسبوع بدي أحييكم دايماً عبر الحل عنا MTV. بدي أتمنى على الكل دايماً لما عم بتابعوا برنامجنا يعطونا كل المعلومات المضبوطة حتى نقدر نتابعها. ومثل ما تعرفوا كيف الوسيلة، على 0444444444 أو على فيسبوك الحل عنا أو على البريد الإلكتروني، لأنه في كتير من الاتصالات اللي بتورد على الخط الساخن، يعني الـ 24 على 24 منقوصة، يعني ما عم نقدر يعني انتم بتفتكروا انه نحن ما سمعناها او ما انتبهنا، لا، بس مرات ما بيكون في رقم واضح حتى نرجع نتواصل اذا في شيء معلومه ناقصه ولا شيء. فمن هيك يلي بده يحكينا النون نمبر او ما يحط رقمه ما فينا نعمل له شيء، الا اذا كانت الامور ورده، يعني اللي بده اياها كل التفاصيل موجوده، والا ما فينا نتواصل معه مع هذا الموضوع. حبيت دائما ببدايه الحلقه انه اقول هالشيء حتى ما تفتكروا انه اذا في ناس ما قدرنا جاوبناها بكون ما عندنا وسيله نتواصل معها، اوكي؟ معلومه. معلومتنا لليوم، كهرباء لبنان اعتبرت تعليقا على بيانها اللي صدر بتاريخ 9/1/2020 نظرا للتمادي في نشر اخبار تعتبرها كهرباء لبنان اخبار شائعات، يعني هي مغلوطه بتهدف لبلبله الراي العام، اكدت انه كميات المحروقات المستورده بواسطه المديريه العامه للنفط بوزاره الطاقه والمياه لصالح كهرباء لبنان هي ذاتها يلي كانت تقريبا بالعامين 2018 و2019 كانت تستوردها، كون الانتاج هو ذاته ما تغير. كمان البواخر المحمله بالمحروقات لصالح المؤسسه لدى وصولها للمياه الاقليميه اللبنانيه ما بتفرغ حمولتها بخزانات مرفأ بيروت، انما بتتوجه لمصبات معامل الانتاج لتفريغ حمولتها في خزانات الموجوده بحرم هالمعامل بعد صدور الاذونات اللازمه لمديريه الجمارك العامه، على أن تستكمل البيانات الجمركية في وقت لاحق، علماً أن هناك جهات رسمية معينة عديدة بتقوم بمتابعة عملية التفريغ وضبط الكميات المفرغة وصولاً لاستلامة من قبل المؤسسة بعد إصدار تقارير وتنظيم محاضر خاصة. شحنات المحروقات المذكورة من ضمن المساهمة أو السلف المحددة لكهرباء لبنان من قبل الدولة اللبنانية وفق الموازنات العامة المقررة بمجلس النواب يتم دفع ثمن هالشحنات مباشرة من حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان. طبعا المؤسسة بتتمنى دايما توخي الدقة قبل نشر أي معلومة نظرا لأهمية تكون صحيحة ومن مصادرها. متابعات. اللي بيتابع الأوضاع الحياتية والمعيشية والصحية للمواطن اللبناني بلاحظ أنه دايماً في قلق، خصوصاً بموضوع الصحة والمستشفيات. يعني مع نهاية الأسبوع كان أعلن نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون، أعلن أنه بلغ الجهات الضامنة أنه المستشفيات لن تستقبل، وبالتالي كلنا بنعرف اليوم الموضوع هو خصوصاً المستلزمات الطبية والاستشفائية يلي اليوم ما صارت، يعني مثل الآلية يلي انوضعت مع مصرف لبنان يمكن ما كانت على قدر الطلب يلي نحن بحاجة له بلبنان. من هيك معي على الخط مباشرة ممثلة طبعا تجمع مستوردي المستلزمات الطبية السيدة سلمى عاصي. سلمى يعطيك العافية. يعطيكم العافية لكم كمان. يعني نهاية الأسبوع ما كانت وردية، يعني ما جبت لنا أخبار جديدة على الأخبار يلي كنتوا عم بتحذروا منها. ست سلمى، شو جديد الموضوع؟ وبدايتها بعدها مثل ما هي، نحن هلا عم نتواصل مع البنك المركزي لحتى نعرف قصه الاليه اللي حكى عنها مسيو رياض سلامه انه نتشكى على البنوك، لانه اليوم العقده هي بالمصارف، المصارف نحن اعطيناهم المصاري لحتى تتحول لبرا وهالشيء ما عم بيصير، وعندنا اجتماع مع معالي الوزير الصحه بكره الصبح لحتى نخبره وين صرنا بكل هالستبس وهالمواعيد اللي عملناها لحتى نشوف لوين هالاتجاه رح يروح، لانه اليوم ما بدي ارجع عيد صرنا اربع اشهر ما استوردنا، وهيدا الشيء فضى السوق من المستلزمات الطبيه ان كان بسوكيتنا نحن وان كان بسوكيت المستشفيات.
طبعا انتم لما بتستوردوا على 6 أشهر او على سنه ولا كيف بيتم الاستيراد؟ لا نحن بنستورد، نحن بنستورد الاشياء اللايف سيفنج، يعني الاشياء اللي لها اكسبايري ديت من اجمالا بتكون من 3 إلى 6 أشهر ماكسيموم. بس اللي خلى هالاغراض تكون بعدها موجوده باشياء وباشياء في كثير نقص بالقياسات، هي انه المريض اليوم عم بخاف يروح يتداوى. يعني نحن بنتعاطى مع حكمه، الحكمه بيقول لي كان يشوف ب 50 لـ 80 مريض بالنهار، اليوم عم يشوف 5. ومسيو هارون أكد أنه اليوم الاستشفى الدخول على المستشفى نازل 50%، هيدا اللي خلى المستلزمات يكون بعد فيه شوي منها. واليوم المشكلة هي بالنقص مش بشغلة وشغلتين، يعني اليوم بتفوت على المستشفى بتلاقي في نقص بالإبر، تاني وحدة بتلاقي بكيس الدم، تالت وحدة بتلاقي بفلتر الدياليز. يعني اليوم كل مستشفى حسب ستوكا هي شو بعد عندها باقي، لانه نحن بلبنان في كثير مستلزمات ما عندنا اياها، يعني نحن كلها تستورد، ما هيك اجمالا؟ 100%، نحن 100% من المستلزمات الطبيه بتستورد من برا، ما عندنا شيء بيتصنع بلبنان نهائيا. يعني والاليه يلي حتى مصرف لبنان البنوك المصارف ما عم بتطبقها، وبالاخص المشكله الثانيه الكبيره اللي واجهناها هي بقطع الغيار، لانه هيدا الشيء قرار مصرف لبنان ما بيغطيها. وقطع الغيار في كثير مكنات عم تنوجد، في من مكنه بمستشفى ببيروت تعطل مكنه الكانسر تريتمنت تبعيته وما قادرين نصلحها، يعني اليوم المرضى تبع السرطان ما عم بيقدروا يتعالجوا عليها. يعني المستلزمات هي اساسيه خصوصا بصيانه المعدات او الات الطبيه، مش بس هي قضية براغي ولا كيس مصل ولا شيء تاني. يعني هون هيدي أهمية أنه أنتوا يعني حرصكم أنه تأمين هذه المواد. نعم 100%، هيدي الفكرة، وهيدي اللي صرنا إذا بدك عم نجرب نتواصل مع كل الجهات المعنية، وبعدنا عم نتواصل مع إنه ما في أذان صاغية نهائيا، ما حدا عم بجرب ياخذ هيدا الموضوع بأهميته بعين الاعتبار، ما بعرف ليش وينن بأي كرة أرضية عايشين، بس نحن بعدنا عم نتابع ونسابر لحتى نقدر نجرب نلاقي حلول لهالموضوع. برأيك ست سلمى اليوم شو الحل السريع اللي لازم يصير؟ حالا يعني لازم المصارف تحول مصاري لبرا حالا، كل نحن عاطينه نحولات موجوده بالمصارف، قدرنا مع انه كان يعني كان استحاله لتقدر تامني بنك نوت، يعني نحن عند الصرافه بالكياس حملنا البنك نوت تبع ال $100 لنعطيها للمصارف، هيدا الشيء انعمل، صارت المصاري بالمصارف وبعدها بالمصارف ما عم تحولها لبرا. ولانه لبنان مصنف تريبل سي ما عم يقبلوا مثل ما كانت الطريقه قبل، يعني ما يتصنف لبنان، يعني مجبورين تبعتوا الميل يعني قبل ما تستلموا اي شيء. نعم 100%، وحتى اذا بدنا يعني حتى لو في شركات مستعده اذا بدك تساعدنا، حتى هالمصاري اللي عم نحول لهم اياها لحتى اللي يبعثوا لنا البضاعه، يعني مصاري مستحقه اوريدي، لانه نحن هيدا الازمه عايشينها من 4 5 أشهر، يعني في مصاري مستحقه لهالشركات ما بدهم انه ندفع لهم مسبق، مستعدين بس نسكر الديوز اللي علينا، المستحقات اللي علينا، وما عندهم مشكل يبعثوا، بس ما عم فينا نبعث لهم ولا شيء. في اولويات هلا ست سلمى للمستلزمات، شو الاولويات هلا بالبدايه؟ شو الأولويات؟ أكيد في أولويات، الأولويات هي كل شيء بنسميه نحن لايف سيفنج، يعني بحاجة لإله المريض وإلا في خطر على حياته. يعني بأكثر من شغلة، مثلا بفلتر للدياليز، عندك صمامات القلب، عندك ما بدنا، يعني هدول كلهم الأشياء يلي بالنهاية كل شيء اليوم بيستعمل كمستلزم بقلب المستشفى كمان لايف سيفنج، يعني حتى إذا بدك الإبرة، حشوفي أبسط الأمور، مش الإبرة؟ طب ما الإبرة اليوم إذا ما شكيتي المريض لا فيك تعطيه دم ولا فيك تعطيه سيروم، واليوم عندك الكواشف تبع اللابوراتوار، هيدول اليوم المريض ما بيقدر يعمل فحوصاته اذا ما الكواشف موجوده، والكواشف صار فيها كثير نقص بالمختبرات. يعني اليوم كله مربوط بكله. نعم، يعني ان شاء الله بكره اجتماعكم مع معالي وزير الصحه يعني يكون كمان طريق اكثر ضغط ايجابي، نحن ما عم نقول ضغط سلبي لا سمح الله، انما ايجابي حتى يستمر هذا القطاع انه يعمل شغله. هذا ان شاء الله يا رب، يعني نحن هيدا اللي عم نتمناه، وهيدا كان اذا بدك الغايه من الاجتماع، بكره اذا شيء من بعد الاجتماع ان شاء الله بيكون عندنا شيء ايجابي ومنطمن الجميع ان شاء الله، ونحن حاضرين نتواصل معكم. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. يعني لما بنحكي عن مستلزمات طبيه من الابره يعني لكثير من الامور، يمكن في اشياء المريض ما بيلمسها دغري، ولكن هي بتدخل بسيستم اكيد العمليه الطبيه الاستشفائيه الاشعه الى ما هنالك، مثل ما عرفنا، لانه لبنان
للحقيقة يعني قديش بلا لازم نشجع كنا لبنان لهالصناعات. عندنا 7% فقط من الأدوية اللي بتتصنع بلبنان ونحن بدنا نشجعها، وصار في أطباء عم تستعملها، ولكن منا كيف تغطي طبعا حجم الأزمة أو حجم المطلوب صحيا واستشفائيا. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 بياخذ أول اتصال لليوم. ألو 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 أهلا تفضلي مدام. ألو أهلا تفضلي. ألو تفضلي. بونجور. بونجور مدام. أنا عم بحكيكي من شرق صيدا. إيه أهلا وسهلا فيك. شرق صيدا. نعم. وطي التلفزيون من عندك مدام حتى أقدر أسمع. نحن هون ما حدا عم بطلع. يلا لحظة 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 خليك لون. إيه سمعناكي هلا أفضل. مدام عم تسمعيني هلا؟ مدام خلي تمك على الـ على الـ على الأباري. هلا انت شو؟ الو ايه تفضلي شو عندك بشرق صيدا تفضلي. انا عم بحكيكي باسم المنطقه كلها. نعم. نحن ما عندنا شيء هون بالمره. مثل شو اذا بقولوا فيش مازوت دغري بيقطعوا، بنزين دغري بيقطعوا. عشان ما حدا عم بطلع بهالختياريه المعطرين ما فيك تشتري شيء. نعم. انتوا وين بنشوف مسؤولين؟ بنشوف الكهرباء. تأنين الكهرباء. ساعتين بالنهار. يعني خبز ما في، بدك تروح تشتري كله بالركيد. شو بدي اقول لك؟ شرق يعني سيدة. حرام هالعيلة. بتروحي على بنروح على البنك بتلاقي العالم قاعده مثل كانهم قاعدين بعزا. للاسف زعلانين وطابين رصاين، ما حدا عم بيعطينا مصاري. شو بنعمل؟ انتوا وين بشرق صيدا؟ باي بلدات؟ كفر جره، وادي بعنقودين، عين المير، الصالحيه، بيصور. حد الضيع كليتها مقطوعه هاي. أوكي. ما بنشوف حدا ولا بنشوف شيء. وبعدين في قصة التعاونية. ايه الاشتراكات 700,000. نعم. جينا ما ندفع اشتراك سنوي 700,000. نعم. بدنا نجيب فيش بنوكة. ايه وأدوية عم نجيب الدواء مش عم يعطونا حق الأدوية. عم بقول لك عايشين على الصفر. مدام ما في حدا يطالب هون، ما في حدا. قاعدين بنحنا قاعدين ببرية، قاعدين يعني بتقولي منطقتنا برية ما فيها شيء. لا برا منطقتكم ما غنية، غنية بناسها وغنية بأشياء كتير، بس غنية هذا بأهلها الحمد لله. الحمد لله. ايه. بس هالحلل وصلنا لها. من هيك يعني أنا بطالب البلديات المعنية تعمل خلية أزمة، لأن احنا صرنا بحاجة نعمل خلية أزمة تننظر بوضع المنطقة، يعني تأمين أبسط الأمور على صعيد الكهرباء، التأمين وين ما كان تطمنك. على صعيد المازوت يعني في تضارب أنه في مازوت ما تخافوا، ومن هالمنبر هيدا أكدوا لنا أنه ما نخاف من تخزين المازوت أبدا، في مازوت في غاز. هلأ قضية المصارف كلنا بنعرف، إن شاء الله ما تتأزم أكتر. اللي بدي أقول لك إيه مدام، نحن اليوم بأزمة مزبوط، بس نحن بدنا نتساعد حتى نشوف كيف نطلع منها. هلا ما فينا نتكل على المسؤولين، ما بقى في ثقة، انعدمت الثقة بين الناس والمسؤولين. ما في انعدام ثقة، ما بعرف كيف نقدر نسترجعها لهلا بعد ما عملوا شيء حتى يرجعوا لنا شوية ثقة بالشيء اللي عم بيقولوه أو عم يقعدوا فيه. بس أنا بتمنى على كل بلديات المنطقة تتضافر تعمل خلية أزمة لنقدر نشوف كيف بدنا نقطع هالمرحلة هيدي. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو الو تفضل مسيو. الو بونجور. بونجور مين مدام ربكا؟ نعم الياس كيروز معك من يحشوش. اهلا استاذ الياس. بحياتك عندك علم، انت اول ناس عندك علم بالانهيارات طريق يحشوش نعرفه، ونحن اشتغلنا عليها يعني من فتره، ويعني تواصلت كثير مع البلديات لانه في شيء مسؤوله عنه بلديه يحشوش، في بلديات ثانيه مش بس يحشوش، وفي وزاره اشغال يعني يحشوش
يحشوش اوكي رئيس بلدية يحشوش، بس من الاول حضرتك اتصلتي بتوني دكاش رئيس بلدية نهر ابراهيم مظبوط، وصار يقول لك النفايات النديفيات، هيدي مدام ربيكا ما خصت النفايات، النفايات للنهر، النهر تحت الطريق نازل ما بيطلع على النفايات على الطريق، ها ما دخلت، دخلت انهيارات بكثرة وبلشت تنهار السنية، مدام ربيكا عيال يحشوش كلهم يطوبرين بينزلوا من تحت وبيطلعون فوق من تحت، يعني هي هلا الانهيارات الجديدة على أي طريق منهم، أي وحدة منهم؟ هلا طريقنا يحشوش نهر إبراهيم، يحشوش نهر إبراهيم، أوكي نعم يلا، أكيد في أكيد في سلامة مرورية، يعني هيدي الواحد لازم يأمنها قبل كل شيء. أهلا وسهلا فيك، عنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا وبيخد اتصال جديد. ألو ألو مدام ربيكا. نعم شربل مطة معك. أهلا أستاذ شربل. عندي نمر مميز 6 أحرف. نعم. 144 544. إيه. هيدا علي شي جزء؟ أكيد. جزء بس عم بتقول وزيرة الداخلية إنه أجلوها. هلا هن كانوا جزء 10% تأخير شهر. إيه. هلا ما عم ياخذوا جزء، ما عم ياخذوه. نعم. لحزيران؟ ما حددوا. إيه. ما حدو لأنه هيدي 2019 يعني بس تطلع بموازنة 2020. نعم. إذا بقي بدك تدفع كمان علي 2020 على نمر مميزة. نعم. فهمت علي؟ إيه. أوكي. يعني هلأ بدي أدفع المعينة بدك وبدفع الـ 2019 ولا 2020؟ 2020 إذا عملتها بعد ما طلعت بموازنة 2020. بعد ما طلعت. ما طلعت بعد الموازنة، تيصير في موازنة 2020 يمكن ما تكون موجودة يمكن تكون موجودة. بس مبدئيا بدك تدفع الـ 2019. اوكي بتعمل يعني بتعمل معينه ال 2020 وبتدفع ما عليك، بس قضيه الرقم المميز بعد ما صدرت موازنه 2020 لنشوف اذا بعدها موجوده غلوها، يعني ما طلعت بعد ما في احكي شيء عن موازنه 2020. باخذ اتصال اخر. الو الو بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم أنا مواطنة من بيت ميري. أهلا وسهلا. أي وحياتك بدي أقول لك إنه نحن بحالة يرضى لها الشعب، وهالسوبر ماركيات عايشين على راسهم، يعني ما عم نتحمل، هيدا ببيع شيء، هيدا ببيع شيء، وين حماية المستهلك؟ ما بتطلع تراقب هالسوبر ماركيات، يعني مش معقولة، ما هالإنسان لا مازوت لا دواء كله غلا بغلا، ما عم نقدر نعيش للأسف. مدام اللي عم تقولي لي عم تقولي صح، يعني في كتير ناس راحت على السوبر ماركت شافت في سلعة غليت 100%. طيب 100% يعني إذا عم بيعتبروا الدولار 3000 ماشي الحال، بعد ما وصلنا 3000 إن شاء الله ما بنوصل، بس ما حدا بيقدر يزيد 100%. الموضوع وعم نمارقين فيه، بس عتبي انه كل واحد عم ببيع شيء. هلا ليكي كل واحد عم ببيع شيء، هذا اقتصاد حر وبتعرفي لبنان اقتصاد حر، بس اليوم لما حمايه المستهلك عم بتروح عم بفرجوها فواتير، يعني هن عم يحسبوا للدولار، بس يعني بتعرفي قد ايه الدولار ببيع كيلو البقر ب 28، هيدا ببيع ب 21، كل واحد بده حمايه المستهلك تطلع ولا بسعره على ذوقهم، مثل ما بتطلعي على الجشي بتدفعي شو طالع عليكي، بس ما بتعرفي هي قد سعرها وهي قد سعرها. لا هلا لقلك لك شغله، هلا إلزامية وضع السعر وباللبناني على كل سلعه بدكان ولا سوبر ماركت هيدي ما مش ممكن ما تكون. اثنين نحن عم نحكي حمايه المستهلك دائما عم نتواصل معها، قلت لك الموضوع هو السعر صرف الدولار، هون بدك تعرفي قديش عم يحسبوه، لانه في سلع 100% زادت وهيدا الشيء مش اصول. معك حق، ما عم ناخذ يا مدام ربيكا، عم ناخذ وطني، عم ناخذ شغل بلدنا كمان، ما عم ناخذ اجنبي 100%. نحن رح نتواصل مع حمايه، انتم كمان فيكم تحكون يعني على الرقم الرباعي دائما بعطيه على الهواء، فيكم تتشكوا بناء على شكوى كمان بيطلعوا بيعملوا جولة. ما بعرف الرقم الساخن قد ايه، رح اعطيك اياه. 1 7 1 7 3 9 3 9. ميرسي كتير. أهلا وسهلا فيك. للحقيقة كتار يعني بهذا الويكند خصوصا شعروا أنه في غلا بسلع أساسية، ما عم بحكي سلع كماليات، لا
لسلعة أساسية 100%. بأخذ كمان اتصال. ألو 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 تفضلي. ألو بونجور. بونجور مدام. مين معي مدام رابيكا؟ نعم. آه بونجور، بدي عزتي، عم بحكيك من جعيتا، بدي أحكيك بخصوص الضمان. إيه. اليوم نزلنا قدمنا اليوم يعني 13 واحد. عطوكن على 6 أشهر 8 أشهر؟ يا ريت. 11 مرة عطوني على 8 أشهر. 11 شهر عطوني اليوم شهر واحد، عطوني لعشرين 11. ليك أنا حكيت بهذا الموضوع. بعد بضل طيب قلتك. إن شاء الله الله يطول بعمرك. ليك أنا في حدا قبلك الأسبوع الماضي حكيني إنه معقولة بدل 6 أشهر على 11 شهر. طلع معي المدير المالي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقال المشكلة هي مشكلة وقت، يعني ما عندهم كفاية من الموظفين حتى ينجزوا المعاملات. قلنا لهم فيكم تستعينوا إذا في فائض ببعض الإدارات والوزارات. قال لي إنه هيدي حل من الحلول مطروحة ولكن بعد ما تخذ قرار فيها. يعني المشكلة اليوم عم بيلحقوا يعملوا يعني المعاملات الإدارية حتى يدفعوا قبل بوقت، خصوصا ببعض المراكز يلي هي مراكز كبيرة. جربوا إنه يبعثوا بعض الملفات لمراكز شوي ما عندها ضغط، ما مش الحال. أنا عم بنقول لك شو قالوا، لأنه الأسبوع الماضي حكيت بهذا الموضوع إنه معقولة واحد فاتورة ضمان يعني دفعها بده ينطر كل فاتورة ياخذها بعد 11 شهر إذا أخذها؟ هذا شيء مش طبيعي، يعني منه حل، يعني عرفتي؟ إن شاء الله بتنحل مشكلة تزيدوا العنصر البشري، مش توظيفات جديدة بقدر ما هي استعانة إذا في فائض ببعض الإدارات. كمان اتصال. قدمنا كمان قبل هاي المرة. إيه نعم. قدمت أنا بمليون، ما فينا لا فحص دم ولا صور ولا شيء، أدوية. نعم. مليون. نعم. أبطيهم؟ من مليون يعطوني 600؟ آه خاسمين لك كمان، يعني خاسمين لك كمان من الفاتورة. اتصال آخر. ألو. إيه تفضل مسيو. مدام ربيكا صباح الخير. صباح النور. مدام ربيكا بدي أقول لك، نقابة المقاولين نعم بتعين مدير عام عميد من الجيش مرة واثنين وثلاثة. نعم. والشباب المحلي ما عم تروح تسافر. هالعميد عم يقبض 6-7 ملايين ليرة بالشهر، والشباب ايش عم تعملوا؟ بدي هالشغله، ليش بيعملوا هالشغله؟ شوفوا الشباب المعلم يجوا يوظفوهم. انه لازم يوظفوا شباب مش متعاقدين. أكيد أكيد. يعني هيدا اللي انت عم بتحكي. طلب التعاقد. نحن علينا نطرح الموضوع على النقيب. اهلا وسهلا فيك. نحن بدنا الكل يشتغل، عرفت كيف؟ اهم شيء ما حدا يخسر شغله، هيدي المشكله هلا بهالايام. بدي ارجع اذكر بحاله انسانيه، الطفله يلي عندها، هي عندها عمليه لازم تنعمل ولكن شوي صعبه لانه لتامين 110,000 دولار من هينه، وعايشه بجو بيت يعني بحاجه لكثير من الامور، رطوبه كثير قويه، اجار البيت مش عم يندفع، ما في عندهم براد، ما في عندهم غساله، ما في عندهم غاز، ما في عندهم شيء من المستلزمات يلي شوي بتريح ست البيت حتى تقدر تقوم بولادها وبهالحاله اللي عندهم اياها بالبيت. فالرقم هو 03-20-10-96. اذا حدا بيقدر يساعد هالعيله هيدي بيقدر يتواصل معهم باي شيء هن بحاجه لكثير من الامور. صورة اليوم نشوفها سوا. هاي الصورة بفتكر يمكن كتار يمكن شافوها كمان على التواصل الاجتماعي، صورة بالفعل صادمة لأحد مكاتب السجل التجاري، صحافي أجنبي بيشتغل ببيروت على حسابه على تويتر صور وحط هالصورة هيدي من داخل أحد مكاتب السجل التجاري، تظهر كمية المستندات الورقية المتكتسة بشكل فوضوي، واللافت أنه بيتم حفظ هالملفات في حقائب سفر على الأرض موضوعة. هالصحافي اللي اسمه جاكوب وسول اعتبر أنه هذا الوضع بذكرنا بالعصر الحجري بلبنان. نحن بنعرف فرح العطاء لما راحت واشتغلت على الأرشيف المحكمة التمييزية ببيروت، بدنا فرح العطاء كمان إنها تروح تمد يد المساعدة للسجل التجاري
بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.